الشيخوخة، شوف أنا أتوقع من الواحد ضغط نفسه يمكن تجيه شيخوخة، يعني يبدأ، يعني شوف أنا وجهي ما شاء الله مشيب يا رجل. شكلا أنا أشوف ناس تجيهم تجاعيد وكذا اللي هي من عند العيون، وأحسها تجي مبكرة. ما أعتقد تكون الأعمار كبيرة أحيانا، بعمار في السن، كبار في السن، هي الأفضل. ما أتوقع لها عمر معين، واحد إذا ما اهتم نفسه كيف تجي؟ لا ما أدري، أحس إني بصير هادية وخلاص طفشت من كل شيء، أحس خلاص جربت كل شيء أعرف خلاص. أنا طبيعتي أصلا هادية، يمكن إن شاء الله وأنا كبير أكون هادي برضو، بس هي مع الزمن الأشياء تتغير. لا شايب بثر، شايب بثر. لا ما راح أصير هادية، بصير بثرة، بس أطفي اللمبات، بس أتسلط على العالم، أحس كذا بصير.